برلمان يقول لحضرتك هو انت جاي فين، انت فاكر نفسك جاي ملعب كوره، هو ايه موضوع حياتك انت حياتك لابس قميص وبنطلون؟ هو اللي حصل ان انا كنت خارج من القاعه فبيقول لي بينبهني، كان هو بينبه قبل كده على ارتداء الزي الرسمي، وانا قلت له ده زي الرسمي، انا لابس بنطلون وقميص وده زي الرسمي، واذا كان في اي حاجه بتقول في زي محدث اتهلنا يعني. ده كل ده النهارده يا سياده النائب. قال لحضرتك ايه؟ لا ما حصلش اكتر من كده يعني، لانه احنا حتى يعني الكلام بعد كده ان كل النواب بيرتدوا زي اللي هم يعجبهم، مش يعني لو في حاجه محدده نرتديها بزي رسمي او محدد في لائحه احنا جاهزين نلبسه. طيب هو بيقول هنا حضرتك، هو قال لك المفروض هذا المجلس له تقاليده البرلمانيه وممنوع ارتداء القميص او التيشيرت، لن احول هذا المجلس لملعب كوره، وبعدين لما حضرتك رديت عليه الرد ده قال لك زي المجلس هو الجلابيه او البدله، زي المنطقه اللي جاي منها النائب، البدله او الجلابيه. طب وزي النائبات يا فندم؟ وزي النائبات ايه؟ النائبات لا معرفهاش. ما اعرفهاش، ففوت حد تساله بقى. هنبقى نساله ونعرف بقى. طب انا عايز اسال سؤال بصراحه، طب هو حضرتك ما بتحبش تلبس البدله؟ لا ما بحبهاش، وبعدين انا يعني ما اعرفش ان يعني انا بروح بالزي العادي اللي بلبسه بين اهلي وناسي، وما هو ما فيش اي خروج ولا بلبس حاجه خارجه ولا الوان مش عارف، لا الكلام ده كلام يعني المفروض ما يدورش. طب لو في مناسبه رسميه انا ما لبستش البدله الا فرح اولادي. يا سلام. ربنا يخليهم لك. الله يخليك. يعني ما لبستش البدله خالص من ساعه دخلت مجلس الجمعة؟ يا فندم الموضوع اكبر من كده بكتير. ايه بقى؟ البدله مش مهم، البدله المهم الحشوه. الحشوه صح؟ طيب هو طيب سيادة النائب، هو ليه رئيس المجلس بيتعامل مع النواب على ان انت لميس في فصل، تلبس ما تلبسش ما تقعدش، الساعه كذا البصمه، ما حدش يتسرب، ما حدش يغيب، انا مراقبكم، انا شايفكم، انتم بتتهربوا بتغيبوا، ايه الروح دي؟ بص هو احنا الدكتور علانه ليا يعني مشدات كتير معاه، وهو دايما بياخد مني مواقف حتى في يعني بعض الموضوعات اللي اعترضت فيها، ولكن احنا بنقول الدكتور علي طبيعه اي مجلس برلماني انه في بعض النواب بيبقى ليهم اهتمامات محدده. يعني مش هيحضر المجلس كله، لان في عندنا اجتماعات رجال، في عندنا بننتقل، احنا بنيجي محافظات اقاليم، وفي مصالح الناس بننتقل لوزارات بننتقل بتاع، فممكن النائب يتغيب يروح تطلع ساعه، نوصل وزاره الصحه نخلص طلب، نوصل وزاره التربيه والتعليم نخلص طلب، ولكن مش كل الموضوعات بيبقى نفس النواب ليهم نفس الاهتمام. يعني لو حضر ال 595 نائب وكل نائب اتكلم دقيقتين في كل موضوع، كل موضوع هياخد 4 ايام. فهو ده امر طبيعي، مش التغيب، ولكن ساعات بيبقى عندنا لجان. يعني احنا بنيجي من المحافظات ومن الاقاليم، وفي ناس تيجي من اسوان بطيارات، وفي الكلام ده كله، احنا المحدد لنا 3 ايام في الاسبوع جلسات، في نفس الجلسات بعد انتهاءها في لجان بتعمل، فلازم احضر الجلسه واحضر اللجنه، وفي نفس الوقت لازم اروح ابدا احتياجات المواطنين. تمام. في بعض الوزارات بنتحرك هنا او هنا او هنا، وخاصه يمكن كان زمان الوزراء بيحضروا المجلس بالكامل، كان في نادي سياسي مثلا في الحزب الوطني كان الوزراء بيبقوا موجودين، بيبقى المواطن البسيط اقدر اخلص له مشكلته مع وزير عارضه. النهارده احنا بننتقل للوزراء، مع انه المفروض انا رايي لا تنتقل للوزراء، الوزير اللي يجي لك او يبقى الوزاره فيها مكتب. وكلمنا فيها كذا مره، المفروض ان الحكومه كلها يعني عيب من النائب برضه، لما وزير اللي هو تمام محلية لما قال لك النواب يقفوا على بابي وانا برمي طلباتهم في الزباله، ما هو ده عيب برضه النواب اللي عملوا كده. هو طبعا بص يا ريس، احنا من الاول انا شخصيا الحكومه دي ما ادتهاش ثقتي، واول ما طلب بسحب الثقه منها، لان احنا دورنا المفروض انه افضل من كده. والله العظيم عندك حق. والله عندك دورنا افضل من كده بكتير، لانه احنا يعني امانه في رقبتنا الشعب المصري. اخر موضوع برضه حصل بينه وبين الرئيس في موضوع الدبلوماسيين، اعترضنا 12 واحد.
يعني وانا قلت سبب اعتراضي قلت ان احنا قلت ان احنا من اول ما دخلنا الدورة دي واحنا بنطالب الحكومة بإعداد منظومة عادلة للأجور والمعاشات. نعم تحديدا يعني والحكومة بتقول انا بوعد قانون عشان اضبط بيه الكلام ده كله، وبنفاجئ كل شوية ان الحكومة بتبعت لنا مشروع قانون بتسوية حالة فئة من الفئات دون الاخرين. انا لا اوافق على مشروع قانون، وعلى الجميع ان ينتظر الوعد من الحكومة بتقديم المشروع القانون اللي يعدل بيه، لان احنا عندنا في فجوة كبيرة بين المرتبات من جهات نفسها. صحيح. يعني في احد العاملين ممكن يشتغل في جهة يقبض 10,000 جنيه وزميله بنفس المؤهل في جهة تانية ياخد 1000. صحيح. المعاشات احنا في اعتراض على المعاشات، وده قلتها قبل كده ان المعاشات دول الحاجه الوحيده اللي لما اطلب زيادتهم اطلبهم زياده ما اقولش اجيب منين، لان ليهم فلوسهم بالظبط. الحكومه هي اللي نقبت فلوس بتوع المعاشات، يعني هي من ايام يوسف بطرس غالي ولم يصح يعني هذا الوضع. يعني دول لو فوائد فلوسهم بس حد قالهم بالظبط برفع معاشهم. صحيح. لكن طبعا احنا الكلام ده كلام طبيعي، احنا لغايه دلوقتي مصرين مجموعه كبيره في المجلس مصرين انه الحكومه تتقدم لنا قبل نهايه الدوره بمشروع قانون نعدل في بقى المنظومه دي. يعني اذا انا عايز اقول لحضرتك حاجه بقى، البس اللي حضرتك عايزه، انت كلامك زي الذهب، البس اللي حضرتك عايزه، انا يهمني المضمون مش الشكل. ما انا قلت لك حضرتك ان الحشو مهم، الحشو الحشو مش مهم الزي يعني. طب اخر سؤال سيادة النائب، انت مع اقاله الحكومه بالكامل او تغييرها بالكامل؟ انا اول من طلب بسحب الثقه منه. سحب الثقه منه. بشكرك سياده النائب. شكرا. حسام الرفاعي عضو مجلس النواب، والحقيقه يعني كلامه مزجني بصراحه، يعني بقى يلبس بدله يلبس جلابيه، بس كلامه حلو الراجل الحقيقه، يعني حتى رئيس البرلمان